اعمل صفقة سلاح وحقتل هنزل شارع العرب هسرق محلات الهدوم اللي في مصر كلها مخدرات واشرب حشيش واجيب 2 فوديكا اشرب خمرة في الشارع ماجر توك توك وهمشي على 180 هقتل توفيق وكاشا وهقتل مرتضى منصور وهقتل مصطفى يونس وهقتل خالد الغندور وهقتل اي حد اتكلم وحش على بوتريكا من بعد ما اعتزل بعد كده هخطف بوتريكا واتصور معاه سيلفي اكيد اروح اعمل صفقة سلاح مثلا او صفقة مخدرات حاجة كده تعيش معايا بعديها بعد 6 ساعات يعني هسرق اللانش عند ما عندي واجيب 2 فوديكا وربع حته واعديها هناك بس يا ريت على طول يعني اهم حاجه الخميس عشان ابقى جمعه اجازه اولا يعني هسرق اكبر قدر من الفلوس هقدر اسرقه فيك يا مصر ثانيا هنزل شارع الاهرام هسرق ماما اضرب اي حد مزعلني واجيب الامتحانات بتاعتي من الدكاتره وانجح نفسي هغش في الامتحان عشان اجيب تقدير لا مرزوق نفسي اجيب تقدير والله نفسي اجيب امتياز يا اخي زكو بقى زكو طب يا ابن الكل نشرب حشيش انما ونشرب مخدرات يعني سابقوا في نشاطات كده يعني هسافر بره من غير ما يكون معايا فيزا وهعيش بره بقى واكمل بيت حياتي بره ايوه كده التأشيرة تبدو صحيحة امشي اضرب الناس في الشارع وما يكلمونيش دي حاجة حلوة قوي اكيد هروح ابيع مخدرات ابيع مخدرات هنعمل دريفتنج هنا في الجامعه حاجه مش قانونيه اشرب خمره في الشارع ممكن اكون ماشيه في مول مثلا وادخل محلات اسرق لبس وميك اب واكسسوارز ولو في عربيات يا ريت هقتل كل الولاد ماجر توك توك نطلع القصر الاتحادية نخمس بقى وحركات وكده فاهم لمدة ساعتين ونرجع تاني بالتوك توك برضه هسرق عربية دوج وهمشي على 180 هسرق المتحف المصري